مشاهد طبيعية وأخرى خيالية، زخارف تحمل أشكالاً هندسية وحيوانية، لوحات تعبر عن أصالة المجتمع الجزائري وتمسكه بفن المنمنمات، فن إسلامي راق يمتد إلى أكثر من 1000 عام. حوالي 60 لوحة فنية حاول أهم الفنانين الجزائريين المشاركين بالمعرض الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط، حاولوا التركيز على التراث الجزائري الغني بالقيم الإسلامية الأصيلة، من بينهم رواد المدرسة الكلاسيكية الفنان مصطفى أجاوت، فنان مزجت أعماله أصالة الأسس الإسلامية بالفن المعاصر. نحب الكلاسيكي التراديسيونيل، نحب نعبر عن الوقت الحاضر، عالجت الحقرة، عالجت مثلا الغيرة اللي هي هنا الغيرة، الكومبا دو كوك، الثمانينات رميات مستقرة في الجزائر، دونك اكتويلمون كان ليكول دو باتنا، كان دو بومينات في باتنا، اومي فام، كان ليكول دو مستغانم ثاني نفس الشيء، بوكو دو في. وكاين يا ميديا aussi زمان كنا بالك ابي لانديبوندس اون ايتي 6 و 7 مي دوك الله يبان بك سنتين. ولان المدرسه الجزائريه كونت اجيالا متعاقبه في فن المنمنمات والزخرفه، لا يزال مبدعوها اليوم يكونون اجيالا واعده على غرار سيف الدين، أصغر فنان تشكيلي مشارك في المعرض. في تاريخ الفن الأوروبي عندهم يرخوا الفن تاعهم، وإحنا ثاني عندنا فن، عندنا موروث ثقافي، هذا هو الوجه والأصالة تاعنا. وحبيت بزاف محمد راسم الأسلوب تاعه، لأنه هو مؤسس أو مدرسة المنمنمات في الجزائر، هو اللي عصرنها، هو اللي أعطاها رؤية جديدة. المنمنمات فن ورثته الجزائر عن حضارات سابقة، العباسية والعثمانية وغيرها، طورته بفضل أشهر فنانيها كمحمد رسيم ومحمد غانم وآخرون ممن حملوا مشعل إحياء التراث الأصيل وعرفوا خصوصيته في مختلف متاحف العالم.